كوكو كرغلاتي، كوكو سكا الحديره الكبرى، يلا ورقه وستيلو ما تنساوش الخشيبات. مره اخرى غادي نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم المتواصل، بفضلكم وصلنا ل 100,000 متابع. ما تنساوش اللايك والبارطاج والتعليقات ديالكم، لان هادشي هذا كيعاون على انتشار الفيديو. كل ما اللايكات كانوا اكثر كل ما الفيديو كيزيد ينتشر اكثر، ويوتيوب كيزيد يبارطاجيه مع الناس. انا جايكم في 2025، انا جايين نزيد نقول لكم حاجه في 2025، انا نجي عندكم ذم والله غير في بلادك تدي الكف ومدي اختك قدامك ونروح وانت تشوف، يدي لك اختك وانت تشوف، يديها قدامك وانت تشوف، يدي لك اختك وما تديش المقابل، يروح يروح نخلي. ايه زيد يا طاطا زيد. عليك تحاولوا تسمعوها، انا نقول لك ما تربيتوش على قيم الرجوله، ما تربيتوش تكونوا رجال. احنا لو كان عارفينكم رجال وفيكم فيكم صفات الرجوله. اوك هذا هو الرجوله، هادو هما شوا كغ لافريك. اودي يا طاطا شوا كلاتو موريتانيا وكغ لافريك راه باقي حاضنه. كاس افريقيا للامم او اي تظاهره رياضيه اخرى، هاد التظاهرات الرياضيه الهدف منها رياضي لكن في نفس الوقت ثقافي، باش شعوب افريقيا تتلاقى مع بعضياتها، يزيدوا يتعرفوا على بعضياتهم اكثر، وكل دوله تحتضن هذا كاس افريقيا الناس اللي كيجيو لها كيجيو لجوج ديال الاهداف. الهدف الاول هما يشجعوا المنتخب ديال بلادهم ويعطيو صوره زوينه على بلادهم قدام باقي الشعوب، يعني كل فريق والجمهور ديالو كيحاول انه يمثل بلاده احسن تمثيل. الهدف الثاني بالنسبه لهداك اللي كيجي يزور البلاد فهو الاكتشاف ديال هذا البلد الافريقي، بحكم اننا كاملين في افريقيا. بحال مثلا في كاس العالم الهدف كيكون تشجيع المنتخب لكن في نفس الوقت اكتشاف بلد جديد وثقافة جديدة. فكذلك كريغلاتي بالنسبة لكأس إفريقيا الهدف منه رياضي لكن في نفس الوقت باش الناس تتعرف على ثقافة بلد إفريقي آخر مشارك معهم نفس القارة. واخا نتوما قرقرة بوحدكم أكبر قرقرة في المنطقة، لكن عند جوارينا الامر يختلف، راكم عارفين ماناش كيف كيف وغادي نرجعوا نقولوها. بالنسبه لهم هما غايجيو على وديت البنات، بحال تقول هاد البنات هادو غير موجودين، وقتاش ما جا الشيكور تقول له مرحبا. وشكون اللي كيقول هاد الشيء؟ الله يخليكم طاطا، هاد الشيء هذا ما كيقولوش شيكور يوتيوبر تيك توكر، لا لا، هادشي كيقولوا ما يسمى اعلامي تكرم من طرف عمي تبون واعطاه وزير الاعلام هذيك الشهاده. وزير الاعلام اللي خرج غير مؤخرا كينتقد السلوك ديال الاعلاميين في الشاشاير، لكن بالنسبه لطاطا تمثل الاعلام وخدات جائزة كأحسن صحفي. مرحبا طاطا، جي باش تشوفي البلد اللي ما عنده لا بترول لا غاز وهارب عليك. طاطا سولي الدراجي، هادشي هذا ماشي من شيام الرجال. الرجال ما كيتكلموش في الأعراض، الرجال ملي كيمشيو ضيوف على بلد كيحترموا هذاك البلد وعرض هذاك البلد، العرض اللي كيتمثل في نساء هذيك البلد. دابا في نظرك طاطا، ولادنا اللي مشاو لعندكم في الشان وغيرها من التظاهرات الرياضيه، واش ما قدروش يديروا نفس الشيء؟ واش خافوا؟ واش ما كانش ممكن انهم يصوروا الشيكورات ويرجعوا للبلاد وعاد يبارطاجيو؟ كان ممكن. غير ولادنا كيعرفوا واحد الحاجه سميتها المروءه الشهامه والرجوله، ترابي تربيه الملوك. عندي الثقة الكاملة في بلادي وفي السي الحموشي والأمن المغربي. فما تنساوش أن المغرب كيأمن تظاهرات عالمية، فما بالك بالتظاهرات اللي كانت في بلاده. وأقربها كأس العالم اللي المغرب جا فيه الرابع، أي هذاك الأمن المغربي وعلى رأسه السي الحموشي هما اللي كانوا مكلفين بتأمين كأس العالم
ديال قطر. يعني يا كريغلاتي، حنا كنساء مغربيات عندنا الثقة الكاملة في السلطة ديال بلادنا، عندنا الثقة الكاملة في المخزن المغربي وفي الأمن المغربي. على ذكر الشاشيريين اللي كاينه في المغرب، خرجت ليا واحد الفيديو ديال واحد الشاشيري كيهضر زوين في اطار داكشي نتاع طاوة طاوة. نسمعوا اش قال. الخاوة، هذا المكان اللي راني فيه اسمه قصر الباهية، واحد من القصور المعروفين هنا في مراكش ويجوا ليهم بزاف الزوار. شوفوا معايا شويه جمال القصر. اصدقاء، صباحكم جميل من المدينة القديمة تاع كازابلانكا. ولا اروع، الله يبارك. بطبيعة الحال ولاد بلادي وبنات بلادي غيمشيو كيجريو لعندو ويقولوا لي مرحبا بك وجي المغرب بلادك الثانيه، وخاوه خاوه، وداك الشيء كاينه غير في المواقع. الخاوه، حبيت نديكم تشوفوا سعر البنزين هنايا في المغرب. كيما دراهمنا ديجا 13 درهم بالاورو، هي واحد 1 اورو 20 سنتيم، 1 اورو 20 سنتيم بدراهمنا واحد 26000. دونك الغازوال الليتر واحد 26000 بدراهمنا هنايا في المغرب. ما غاديش ندخلوا معاه في التحليل ونقولوا ليه ان المغرب ماشي بلد بترولي، فطبيعي ان يكون داك الثمن. صحيح ان الثمن زايد مقارنه بلي مفروض انه يكون، لكن ما عمرك ما غادي تقارنوا بواحد البلد بترولي. غير هو حبذا لو مشيتي في هذا الشيء نتاع المقارنه، تقارن البنيه التحتيه للمغرب مع الشاشاير، قارن. فمزيان ملي بديتي كتقارن الاثمنه ديال البترول غادي تكمل خيرك وتقارن الحد الادنى للاجور في المغرب مع الحد الادنى للاجور في الجزائر، الدخل الفردي مع الدخل الفردي، شحال كيتخلص المغربي للساعه مع شحال كيتخلص الشاشيري للساعه، قارن العمله تاعنا مع العمله تاعكم، القدره الشرائيه نتاع المغربي مع القدره الشرائيه نتاع الشاشيري، باش تقدر تكمل الفيديو ديالك في اطار المصداقيه. قطع الجي، وانا عارفك ما غتقدريش تجي للمغرب، ولكن بما انك ما قادرش تجي قلت نديك نساريك شويه. يلا هطاطا، غنمشيو لكازا، غنمشيو لواحد الغيستوران تبنى في 1926، ديك 26 الى قلبتيها غتعطيك 62، داكشي ديال الاستفتاخ ديالكم. هيا غياب المقلوب. يلا هطاطا تبعيني برك. مرحبا بك طاطا، انت وكريغلاتي في مدينة الدار البيضاء في واحد من اقدم المطاعم، تبنى في 1926، الى قلبتيها غادي تعطينا 1962، ما كتفكركم بوالو. المهم هذه الجوله كنت درتها في نهار راس العام تماما، عليها كاينه الديكوراسيون اكريغليتي. يلا ندخلوا للداخل ونكتشفوا. كيف كتشوفي يا طاطا، دي تواليت كيطلو على المحيط الاطلسي، المنظر يا سلام. تخيلي يا طاطا لي تواليت كيشوفوا في المحيط الاطلسي، وانتوما لا يا جدك. بيغيبونا يا لالالا. المهم سالت الجوله ديالنا، غنضرب واحد الدويره في كازا، وبطبيعه الحال ما يمكنش نجيو لكازا بلا ما نمشيو نديرو شويه ديال الشوبينغ ونتقداو لينا شي حويجات، داكشي نتاع لي مارك يا محاينك. وهنا تنتهي رحلتنا يا طاطا، ونعود لمحطة القطار الدار البيضاء المسافر متجهين نحو القنيطرة. ايوا طاطا، هادشي غير زعما لافونغو، كنوريك شنو غادي تشوفي منين تجي لبلادنا. هادي في حاله ما كانوا عندك الركابي والماده باش تقدري تجي. يلا خليت لك الراحه طاطا، تمتعي بمحطه القطار الدار البيضاء المسافر بالفرنساويه كازا فواياجور. وبالمناسبه هاد المحطة هادي كتحتفل بمرور 5 سنوات على التي جي في البراق.
شحال هذه ما هضرنا في المواضيع اللي عندها علاقه بالتراث المغربي، خصوصا كيوصلوني بزاف ديال الرسائل. هضري على طاطا السوريه وزيره الثقافه اللي قالت لك باغا تسجل الزليج والقفطان باسم الشاشاير. غدا ان شاء الله عندنا فيديو خاص بهذا الموضوع، وغادي نهضروا على الامور التراثيه والثقافيه اللي عندها علاقه بالمغرب. ايوا المشاهدين، حتى صورت الفيديو ساليته هو يوصلني هذا الخبر ديال ان المنتخب الاردني يتاهل الى نهائيات كاس اسيا على يد المدرب المغربي عموتة. الف مبروك للاردن. بقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تنساوش انكم ديروا لايك وبارطاج الفيديو. كريغلاتي، خليت لكم الراحه، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.